صباحكم صحة عن جديد. بحياتنا اليومية مشاهدينا منقابل أشخاص مختلفين بنسب متفاوتة تجاه أشياء معينة، وبنفس الوقت منقابل أشخاص بتتخذ مواقفها بشكل النفي المطلق تجاه أشياء أخرى. رح نحكي بهالفقرة عن مواقف الأشخاص خصوصا بما يتعلق ويخص تناول الدواء أو عدم تقبل فكرة تناوله بشكل مطلق. وأكيد منلاحظ أنه هدول الأشخاص بالتحديد بيلجأوا لتناول الأغذية المناسبة لتفادي تناول الأدوية. هبة، أنت من أي نوع؟ يعني أنه مثلا أنه مباشرة إذا مرضتي بتروحي على الدواء، ولا أنه لا بحاول أخذ كاسة عصير؟ لا، حسب الحالة وقت الزمان يعني. هلأ بس قال في أشخاص يا فاطم بالفعل أنه قال بيحكوا لنا أنه بحياتهم ما تناولوا ولا حبة مسكن، بالفعل دائما بنلاقيهم عم يلجأوا لصيدلية الطبيعة بحالة تعرضوا لأي مرض كان. ومن الأمراض اللي ممكن تصيبهم هي قصور وفرط نشاط الغدة. وحتى نحكي أكثر اليوم عن هذا المرض والأغذية المناسبة له وألا معالجة قصور وفرط الغدة، بدنا نستقبل الطبيب، طبيب التغذية الدكتور فادي الخشرومي اللي صار معنا بالاستديو. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك دكتور فادي. صباح الخير وأنت بألف خير يا رب. صباحكم. خلينا هيك بالبداية نحكي يعني شو رأيك بالأشخاص يلي بيعتمدوا على الأغذية كبديل عن الدواء؟ صباح الخير بداية لحضراتكم للإخوة المشاهدين. هلا ما في شك بانه النظام الغذائي المتوازي ممكن يجنبنا قائمه طويله كثير من الامراض، باستثناء طبعا الامراض المناعيه، الامراض مجهوله السبب. لنكون صادقين، التغذيه العلاجيه اختصاص قائم بحد ذاته، وهي خيار مهم لمنع الاصابه ببعض الامراض او حتى الشفاء من الكثير من الامراض مثل السكري، مثل الضغط، اضطرابات الدرق على سبيل المثال، حصيات المراره، أمراض الكلية وحصياتها، ارتفاع مستويات حمض البول، والقائمة تطول. فإذا من حيث المبدأ التغذية العلاجية مهمة للغاية، حتى هي مهمة أيضا بسياق التخفيف من التبعات السيئة الناجمة عن تناول الدواء. ولكن بالحالات المرضية المتقدمة للحقيقة يفترض يكون في عندي تشارك، حالة تشاركية ما بين الغذاء والدواء. لا يمكن الاعتماد على الغذاء بمفرده ولا على الدواء بمفرده. طيب هون النظام الغذائي ايمتى ممكن يفيد؟ يعني ايمتى نحن لازم نلجأ للنظام الغذائي؟ قبل حدوث المرض او اثناء المرض او ايمتى؟ هلا لنكون صادقين، معظم الامراض حقيقة سببها التغذية السيئة، مع احترامنا طبعا للعامل الوراثي، المؤثرات البيئية المختلفة. إذا حبينا ناخذ مثال أشيع الأمراض وأكثر انتشارا اللي هن السكري والضغط، هدول المرضين إذا بنشوف كيف الآلية اللي عم يتطوروا فيها، بنشوف إنه عم يكون عندي إفراط بتناول السكريات، إفراط بتناول الكربوهيدرات، حمية غذائية محملة بكميات كبيرة جدا من الدهون، محملة بكميات كبيرة جدا من الصوديوم. ولكن هذا الأمر ما بيعني إنه نحن بعد حدوث هذا المرض ما نلتزم بحمية غذائية معينة ممكن تخفف بالتبعات السيئة لهذه الأمراض. ولكن من الأفضل أكيد إنه نلتزم نحن منذ البدء بحمية تغذوية مناسبة تقينا من الإصابة بهذه الأمراض، لأنه مثل ما نعرف هذه الأمراض تبعاتها السلبية سيئة للغاية على المدى البعيد على صحة الإنسان. يعني مثل ما حكينا دكتور بالبداية، بدنا نتعرف بهالفقرة على الأغذية يلي بتقوي المناعة وبتحمي الشخص في حال حدث معه فرط بقصور فرط أو يعني زيادة بالفرط أو بقصور الغدة الدرقية. تمام. الغدة الدرقية مثل ما بنعرف يعني واحدة من أهم الغدد الصماء، بتلعب أدوار كبيرة جدا في الاستقلاب. نحن لما بنحكي عن الأغذية الهامة لقصور الدرق أو الهامة لتصحيح فرط نشاط الدرق، فنحن يفترض من حيث البداية نشخص هذا القصور بشكل واضح. أنا لما بقول عندي قصور، هل هو قصور أولي ناجم عن نقص على سبيل المثال بتناول المصادر الحاوية على اليود؟ اليود مثل ما بنعرف هام جدا لاصطناع هرمونات الغدة الدرقية. فأنا إذا كان عندي قصور أولي سببه نقص اليود، فمهم جدا إدراج الأطعمة الغنية باليود مثل الأسماك على سبيل المثال، اللحوم، البيض، أو حتى الملح الميود المضاف له اليود. هرمونات الغدة الدرقية مثل ما بنعرف T3 والT4 تصطنع من اليود والحامض الأميني التيروزين، اللي يصطنع بطبيعة الحال من حامض أميني آخر اللي هو الفينيل ألانين. هذا الحامض الأميني نقدر نحصل عليه بكميات جيدة نحن لما بنتناول مصادر بروتينية كاملة، يعني عم نحكي عن البيض، اللحوم، الألبان، الأجبان. فالأشخاص اللي بيتناولوا بروتينات كاملة بدرجة أقل هن حقيقة معرضين لسوء التغذية، معرضين لسوء اصطناع البروتينات بشكل عام، ومنها هرمونات الغدة الدرقية. بينما إذا كان عندي قصور ثانوي
سببه مشكلة في الغدة النخامية أو قصور ثالثي سببه مشكلة بتحت المهاد. فللأمانة نحن هون التغذية بتكون أدوارها كتير قليلة، يفترض نعتمد على الدواء بالدرجة الأساسية. طبعا بحالة الفرط أكيد الأمر معاكس تماما، نحن يفترض نقلل من الأغذية الحاوية على اليود اللي ذكرناها قبل شوي. طيب اليوم دكتور كيف بيعرف الشخص الطبيعي انه هو عم بيعاني من فرط الغدة؟ يعني في أعراض معينة؟ هلا القصور والفرط أعراضهم واضحة للأمانة، ما بتخبي حالة أبدا. إذا حبينا نبلش بالقصور، بشوف في عندي زيادة بالوزن رغم عدم الإفراط بتناول السعرات الحرارية، يعني الحقيقة سبب الزيادة هو بطء الاستقلابي اللي موجود عندي. شوف عدم تحمل البرودة، بشوف أيضا بطء في النبض القلبي وبطء في التنفس، حتى بشوف حالة من جفاف الجلد، تساقط أشعار، وبيكون حتى النزف غزير جدا بالدورة الحيضية. واحد من أهم الأعراض اللي بنشوفها أيضا بحالة القصور اللي هو الإمساك، وللحقيقة نحن هون دورنا كأطباء تغذية بتصحيح هذا العرض بشكل سريع تحديدا بالفترة الأولى من بدء العلاج. نحن لما بكون في عنا قصور ونبلش نتعالج ناخذ دواء الغدة، فالتأثيرات الإيجابية المرغوبة من هذا الدواء تحتاج تقريبا من 6 إلى 8 أسابيع. بهذا الوقت كثير مهم نحن نصحح الموضوع الإمساك عبر إدراج مصادر غنية بالألياف مثل الخضر والفاكهة بنسب معينة أكيد بطبيعة الحال مع كميات مناسبة من الماء. بحالة الفرط بنشوف أكيد أعراض مختلفة تماما، بشوف عندي نقص في الوزن، بشوف تسرع بالنبض القلبي وتسرع بالتنفس، بشوف زيادة بالحركية المعوية تمثل بالإسهال، وأكيد من الأعراض المتقدمة بنشوف عندي الانتفاخ الحاصل بالغدة الدرقية أو كما يعرف بجويتر. تماما. قبل شوي ذكرت دكتور فكرة أنه حالة التكاملية بين النظام الغذائي وبين النظام الدوائي لحتى يتابع الإنسان في حال اضطر للدواء مثلا. هون في حال كان الشخص غير ملتزم بنظام غذائي وتعرض لفرط درق مثلا، بيقدر يدخل بعلاج عن طريق النظام الغذائي؟ هلا للحقيقة الفرط إذا كان سببه تناول كميات أكبر من المصادر الحاوية على اليود، فيمكن تصحيح هذا الأمر بتجنب المصادر الحاوية على اليود. ولكن بالغالب سبب الفرط بيكون حقيقة ثانوي، إما بيكون في عندي مشكلة بالغدة النخامية تؤدي إلى زيادة تحريض الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها، أحيانا بسياق بعض الأمراض المناعية مثل داء غريف بنشوف ايضا انه المشكله هي مشكله مختلفه تماما، يعني ما بيكون علاجها تغذويا. فبالغالب بيكون حل المشكله باعطاء مضادات الدرق او استئصال جزئي او كلي الغده الدرقيه لنصحح المشكله الموجوده عندنا. طيب دكتور في اغذيه معينه اليوم قادر ياخذها المريض هي بتشفي من فرط او من نقص الغده الدرقيه، وهل هي ممكن تتعارض مع اغذيه اخرى؟ هلا للامانه سؤالك هذا يعني بغايه الاهميه. هذا الأمر أكثر شيء بنشوف انعكاساته بسياق تناول دواء الغدة مع أغذية أخرى ممكن تأثر على امتصاص دواء الغدة. اليوم عم نشوف جزء جيد من المجتمع عم يتحول لتناول منتجات الصويا كبدائل للحوم. الأيزوفلافونات حقيقة اللي موجودة بالصويا ممكن تأثر على امتصاص دواء الغدة بشكل كثير واضح. الخضروات الصليبية مثل الزهرة والبروكلي أيضا ممكن تأثر على امتصاص أدوية الغدة الدرقية. بعض الدراسات عم تشير أنه الجلوتين اللي هو بروتين القمح أيضا ممكن يأثر على اصطناع وامتصاص أدوية الغدة الدرقية. البعض الآخر الأشخاص عم نشوفوا أنه ببلش نهاره بفنجان القهوة مع حبة دواء الغدة، طبعا كمان هذا الأمر خطأ كتير كبير. هلا بالنسبة للأطعمة اللي ذكرناها قبل شوي، نحن يفترض نترك فاصل زمني لا يقل عن 3 إلى 4 ساعات في حال تناولناها وكنا نسيانين نتناول دواء الغدة. بالنسبة للقهوة ممكن ان احنا نترك فاصل زمني تقريبا من نصف ساعة للساعة، وبعد من اكيد نتناول فنجان القهوة تبعنا اليومي. تمام. دكتور نحن بنعرف انه في اشخاص ممكن هيك ينصحوا عن طريق تناول اغذيه محدده، طبعا بحسب حاله الاستفاده منها، بينصحوا مثلا جارتهم اهلهم. هون شو بتقول بهذا الاطار؟ انا مثلا الدواء او الغذاء نجح معي بالضروره ينجح مع هبه؟ يعني للحقيقة هذا أسوأ شيء ممكن نعمله نحن، أنه نتشارك البرامج الغذائية على سبيل المثال أو نتشارك الدواء. اليوم لما بنقول نحن عن برنامج غذائي ما بالذات بما يخص التغذية العلاجية، فأنا عمليا عم حاول سد نقص أو ثغرات موجودة
بالنظام الغذائي لشخص معين. تمام، هذا الامر لا ينطبق بالضروره على كافه الاشخاص، لذلك يعني تشارك او عمليه المشاركه بالبرامج الغذائيه او الدواء، وهذا الامر طبعا اسوء او اسوء، يعني هو موضوع لا يغتفر للامانه، وتبعاته السلبيه كثير سيئه، عم يصير بكل اسف. طيب هلا دكتور، بما انه حضرتك من اهل الاختصاص، بدنا نعرف الموضوع التغذوي لهذا المرض، يعني فرط او قصور الغده، شو الاغذيه اللي بتعالج هذا المرض؟ هلا مثل ما ذكرنا، في حال انا كان في عندي فعلا قصور اولي سببه نقص المصادر، يعني مشروبات معينه ممكن تفيد اصلا تزيد زياده الاستقلاب، حضرتك ذكرت لنا انه ممكن يخف استقلاب الواحد بحال الفرط، بحالة الفرط بزيد النشاط الدرقي. النشاط الدرقي تماما، هون شو بدنا نعمل بهذا التفصيل؟ تمام، مثل ما اتفقنا احنا بهالحالات سواء كان في عندي قصور ولا درق، انا لما بقول انا في عندي مشروب معين بزيد من معدلات الاستقلاب، انا كيف بدي ارفع سوية الاستقلاب اذا اساسا في عندي مشكلة بهرمونات الغدة الدرقية اللي هي اساسا مسؤولة عن مثل ما بيقولوا نشاط العمليات المختلفة اللي موجودة عندي بجسم الانسان، سواء رفع معدلات سكر الدم او زيادة الدهون الموجودة بمجرى الدم. فاذا من حيث المبدا انا يفترض صحح المشكله الدرقيه اللي موجوده عندي. فاتفقنا احنا اذا كان في عندي انا قصور اولي، انا ممكن هذا الامر صححه عن طريق التغذيه بالمصادر المختلفه اللي حكيناها. عندي فرط ايضا كمان ممكن صححه بتقليل المصادر، يعني تاكد على شيء اولي فقط. بكل تاكيد بكل تاكيد، بروتين بالدرجه الاساسيه، لانه هو اكيد المصدر يلي بيقدم لنا الفينيل الانين يلي بنصنع منه هرمونات الغده الدرقيه، واكيد بالاضافه لليود. دكتور، من خلال المرضى او الاشخاص يلي بتعالجهم وبتعطيهم وصفات غذائيه، حدث وكان شخص عنده قصور درق وعن طريق النظام الغذائي تحسنت احواله؟ بكل تاكيد بكل تاكيد. هلا حاله القصور هي ليست ضرر دائم مثل ما بيقولوا، ممكن تكون ضرر مؤقت، يمكن ان تعود الوظيفه الدرقيه لسابق عهده. ومثل ما ذكرنا، في حال كان هذا القصور بسيط وسببه نقص المصادر الحاوية على اليود، أو سببه التغذية السيئة، نقص بالبروتينات على سبيل المثال، يمكن أن يصحح هذا الأمر تغذويا بكل تأكيد. طيب قد ايه ممكن الشخص يضل متابع بالنظام الغذائي له مدة معينة؟ في حال كنا نحن عم نحكي عن حالة من القصور موجودة أمامنا، لما منبلش بالنظام الغذائي فيفترض نحن بالحد الأدنى ننتظر من شهرين لثلاثة أشهر لنشوف التأثيرات الإيجابية. نحن إذا بدنا نحكي بشكل أعمق من هيك، على سوية دواء الغدة مثل ما اتفقنا تحتاج التأثيرات الإيجابية المرجوة من دواء الغدة أن تظهر من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع. تمام، وطبعا في عندي هي طبعا إذا كنا عم ناخذ الشكل الأشعة اللي هو الليفوثايروكسين اللي هو مماثل للتي4، بينما إذا كنا عم نحكي عن التي3 فأكيد التأثيرات بتكون سريعة للغاية، يمكن أن تظهر تأثيراتها خلال يوم يومين. قديش حلو فعلا انه نحن من خلال النظام الغذائي نحن بنقدر اذا التزمنا طبعا نتخطى كثير من الامراض في حال حدثت او تكون وقايه. بختام هالجلسه دكتور، حابين تقدم لنا مجموعه من النصائح بخصوص اعتماد النظام الغذائي في حاله هذا المرض؟ يعني بالختام اهم شغله بدنا نقولها انه اليوم ما تستهينوا بالتغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه اليوم اصبحت شيء مهم للغايه. صحيح. بمنع ظهور الأمراض أو منع الإصابة بالأمراض، أو حتى كعامل مساعد ممكن يقلل حتى الجرعات الدوائية اللي احنا عم نتناولها. اليوم مثل ما بتعرفوا معظم الأدوية لديها الكثير من الآثار الجانبية. تمام، يعني ببعض الأحيان بكل أسف بتكون الأضرار الجانبية الناجمة عن تناول الدواء لا تقل عن الضرر الأساسي اللي احنا أساسا رايحين نتعالج منه. فلذلك التغذية العلاجية ما في شك أنه بتلعب أدوار كثير هامة بتقليل هي التبعات السيئة مثل ما ذكرنا. شكرا لحضرتك الدكتور فادي الخشروم، طبيب التغذية، نورتنا. شكرا لكم، نورت صباحنا، وإن شاء الله هيك المعلومة المفيدة وصلت لكل المشاهدين.